ده افضل اخراج صحفي من خلال فقره بورصه الصحافه، افضل اخراج صحفي من حيث العناوين وتوزيع الصور واهميه المعلومات كان نصيب مجله المصور، ملفها الحقيقه عن حادث الواحات الارهابي واللي جه تحت عنوان رجال لا يهبون الموت. عن نفس الموضوع افضل اخراج صحفي لمجله الاهرام العربي تحت عنوان مصر مقبره الارهاب. أما أفضل عنوان من مجلة الأهرام العربي واشنطن تحرق السجادة الإيرانية نوويا ساعة الحرب تقترب. أخيرا ده أفضل صورة وتعليق من الشروق جوا القلب أمل.